بينضم لنا كمان على تليفون سيادة النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. مساء الخير يا سيادة النائب. خير استاذه لبنى، اهلا وسهلا على كل بحضرتك. المشاهدين. اهلا وسهلا سيادة النائب، يعني متابعين اهو ردود افعال وحاله جميله بين الاحزاب السياسيه، وحاله يعني تنافس في حب الوطن لو جاز التعبير. شايف ازاي الحوار الوطني في توقيته وفي اجندته، وفي طبعا في اهم الملفات اللي هيدور فيها الحوار؟ الحقيقه احنا قدمنا خلاص الملف بتاعنا ورؤيتنا تمام للدكتوره رشا راغب، راغب مدير التنميه الأكاديمية. الاكاديميه. صحيح يا فندم. الحقيقه طبعا الحوار، بص حضرتك، هو خلينا نتكلم احنا اهم من الحوار هو الهدف المنشود من الحوار. تمام. احنا في عندنا اهداف، والعالم كله النهارده بيواجه تحديات، والدول كلها بتواجه تحديات. مفيش دوله تقدر تواجه تحدياتها، سواء كانت تحديات اقتصاديه، يعني تختلف بقى الاسباب كثيره، اقتصادية، سياسية، جيوسياسية. النهاردة حروب ما لناش فيها لا ناقة ولا جمل وبتأثر علينا. يعني اللي بيحصل بين روسيا وبين أوكرانيا أثر على العالم كله. فإذا التحديات كمان ما بتقفش، يعني مش بس التحديات الحالية، هناك تحديات مستقبلية والتحديات لا تتوقف، التحديات دائما مستمرة. الهدف من هذا الحوار إن مفيش دولة تقدر تواجه تحدياتها باختلاف أنواعها إلا بجبهة وطنية صلبة ومتماسكة. صحيح. فبالتالي احنا عندنا هدف ولابد ان نصل الى هذا الهدف. نجاح الحوار يتوقف على احنا هنحقق الهدف منه ولا مش هنعرف نحقق الهدف منه. وعشان كده حزب الشعب الجمهوري اشتغل على تحقيق الاهداف. ازاي؟ عندنا اهداف داخلية اللي انا قلت اتكلمت عليها اللي هي الجبهة الوطنية، وعندنا ايضا اهداف خارجية. تمام؟ فبالتالي الهدف الخارجي هو كمان ان النهارده يعني مصر دوله رائده ودوله لها تاثير كبير في محيطها الاقليمي والقاري، في قاره افريقيا ومحيطها الاقليمي ومحيطها العربي. الدول بتقاس ريادتها بمدى تاثيرها خارج حدودها. وده بيتاتى عن طريق ان هم بيشوفوا مدى صلابة هذه الدولة ومدى مجابهتها للتحديات، يعني بيبقى ليها مقومات معينة. وبالتالي احنا عايزين نعظم من مكانة مصر ومن تأثيرها ومن تأثيرها خارج حدودها. وده لن يتأتى إلا بأن احنا لينا شركاء دوليين ولينا شركاء مهمين ومصالحنا معاهم كبيرة. لما يقعدوا يشوفوا حالة الاستقطاب وحالة التضارب والتناقض اللي بتحصل دي بتؤثر على كل شيء، بتؤثر على الدولة المصرية سياسيا وبتأثر عليها أيضا اقتصاديا. مفيش مستثمر هيجي طول ما هو شايف حالة كبيرة من الاستقطاب، لأنه بيبقى قلقان، لأن في حاجة اسمها مخاطر الاستثمار. كذلك الـ 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 التصنيف بتاع مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي كل ده بيفرق. فاحنا بنشتغل على الاهداف وعايزين نحقق الاهداف علشان لصالح الدوله المصريه بكل مشتملاتها، بكل مواطنيها، سواء كانوا احزاب سياسيه، منظمات مجتمع مدني. ما احنا مكونات الدوله المصريه، مواطنين، شباب، مراه، كل ده. ما نقعدش نفرعن في ملفات فرعيه. هذا الحوار اذا نجح نجحت الدولة المصرية، إذا فشل هذا الحوار إذا علينا إن احنا نقعد بقى نشوف هنعمل إيه في مشكلتنا في هذا الاستقطاب اللي بيحصل. يعني إن شاء الله نأمل خير بإذن الله إنه ينجح هذا الحوار وتخلص النوايا، وبالفعل يكون العنوان قدام عينينا زي ما حضرتك تفضلت وزي ما كل السادة الأفاضل اللي اتكلموا معانا النهارده، يعني صالح البلد دي، وإنه عندنا رؤية وعندنا أفكار لكن تكون قابلة للتطبيق، نطلع بمساحة من التوافق، نتفق على إنه لمصلحة بلدنا يبقى فيه زي ما بيقول كده إيه، يعني منطقة كلنا نتحرك فيها مع بعض في كل بقى الملفات اللي اتكلمنا فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. إن شاء الله في مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا وسط تحديات وأزمات طبعا العالم كله بيعاني منها. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.